that there is so much disregard. عدم احترام حياة الأمريكيين من أصل أفريقي وإنكار إنسانية الأقليات العرقية أصبح جزءا من الولايات المتحدة إلى حد ما. وأضافت فيليبس أن نظام الشرطة لا يحمي الأمريكيين من أصول أفريقية، وأن الاستثمار في نظام الشرطة هو فقط للحفاظ على تفوق العرق الأبيض. نتحدث عن التمييز العنصري الهيكلي. المجتمع الأمريكي يصير مع تمييز على أساس لون البشرة. الشرطة لا تحمي الأمريكيين من أصل أفريقي. الاستثمار في نظام الشرطة هو للحفاظ على تفوق العرق الأبيض ولحماية البيض وممتلكاتهم.